بنود اللي كانت موجودة اللي في دعوة نادي السالمية هي طبعا من النظام الأساسي ما تقدر تناقش أي بند إضافة يعني تضيفة داخل الجمعومية إلا البنود المذكور مناقشة داخل الدعوة، والدعوة واضحة بس خلصنا هاي بدال 3 شهور بعد انتخاب اللجنة تصير بدل 3 أشهر تصير لمدة أسبوع 13، وبس نادي الغاسية سجل اعتراضه على الدعوة والمادتين اللي مذكورين داخل الاجتماع، نسوي التعديل ودز التعديلات هذه للفيفا اتحاد كرة القدم الدولي، وبعدين احنا راح نجتمع ونتفق على الأسماء المرشحة للجنة. الحمد لله اليوم 14 نادي أول مرة يعني اجتمعون 14 نادي تعديل المواد المطلوبة، وإن شاء الله تكون في جمعية عمومية ثانية لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد. الأندية ما خاطبت الفيفا فالرد مو موجه لنا، احنا بعد الاجتماع إن شاء الله راح نخاطب الفيفا ونعطيهم يعني إن الاجتماع، والكل يعرف إن الجمعية العمومية هي سيدة قراراتها اللي تقدر يعني تحل اتحاد تعين اتحاد أو لجان مؤقتة، والحمد لله يعني الأعضاء أو أعضاء الجمعية العمومية الأندية اليوم كانوا يعني حاطين مشكلة الإيقاف قدام عيونهم، وإن هذه خطوة إن شاء الله إحنا يعني إن شاء الله تكون بادرة وخطوة جيدة من الأندية لرفع الإيقاف.